أسطورة كسر الضلع، قصة خرافية اخترعها الشيعة الإمامية، دين يعيش على المظلوميات واللطم والغلو في آل البيت والطعن في الصحابة. ولهذا أعدى الشيعة في إيران مو أبو بكر ولا خالد وليد، عمر، دائما عمر، لأن عمر ليش؟ ورتبوا على شنو؟ أنه كسر ضلع الزهرة حتى يطلعوا في طابع ديني. فما هي قصة كسر ضلع الزهراء؟ القصة باختصار كما يزعم الشيعة أن أبا بكر لما تولى الخلافة امتنع علي من البيعة ومعه جماعة من بني هاشم والزبير بن العوام، واجتمعوا في بيت علي فذهبوا إليهم ليجبروهم على بيعة أبي بكر، فلما وصلوا إلى البيت طرقوا الباب، فجاءت فاطمة رضي الله عنها لتفتح الباب، فدفع عمر الباب فدخلت المسامير في صدرها وكسر ضلعها وأسقط جنينها. هذه الخرافة والأسطورة التي كانت بمثابة القوت الذي يغذي التشيع ويهيج جهلة الشيعة على بغض الصحابة والانتقام من أهل السنة لأنهم يحبون هؤلاء الصحابة. فهذه الأكذوبة والأسطورة أول من تحدث عنها كتاب سليم بن قيس الهلالي. سليم الهلالي هذا النجدي المؤمن الشاب اللي جاء للمدينة ودون، ليش ما تقرأ كتاب سليم؟ قال سليمون: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ دفعوا الباب ودخلوا. في الواقع هم لما جاءوا إلى باب الزهراء سلام الله عليها وأحست بهم، أمير المؤمنين ما يريد يظهر حتى لا يصطدمون به، وزهراء وقفت في وسط الدار ما فتحت الباب وقالت: يا رسول الله ماذا لقينا من ابن أبي قحافة وابن الخطاب بعدك؟ يا عمر جئت لتحرق دارنا؟ قال نعم. هكذا كان، دفعوا الباب هم، هي جاءت لارت وراء الباب. قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ قال: بلى وعزة الجبار، وما على الزهراء من خمار، وفاطم لاذت لكنها لاذت وراء الباب، رعاية للستر والحجاب، ومذ رأوها عصروها عصرة، كادت بنفسي أن تموت حسرة. هذا المهاجم الذي هاجم الدار وانتهك حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله، شنو شخصيته؟ ما هي نفسيته؟ لذا اكتشفت من خلال الحقائق التاريخية أن هذا الرجل رجل فظ غليظ، المرأة الحامل عندما تراه تسقط حملها هالشكل. ورتبوا على شنو؟ أنه كسر ضلع الزهرة حتى يطلعوا في طابع ديني. لا يزالون يذكرون الزهراء عليها السلام بالجانب المأساوي. شخص قال شفت وشفت غيم حزين. من شك، مجرد شك بسيط يتسرب إلى قلبك، من شك في ظلمهم إياي فقد كفر. اللي عجبه يكفر بالله ومحمد وآل محمد، هل يعلن يقول أنا القضية ما مقتنع بها مظلومية الزهراء؟ أما متن الرواية وسياقها فإنه يتناقض مع نفسه ومع الحقائق والروايات المتفق عليها، فقد جاء في كتاب الاختصاص للمفيد أن أسطورة كسر الضلع لم تكن في البيت، وإنما كانت في وسط الطريق عند عودتها من منزل أبي بكر. الاختصاص الصفحة 83 إلى الصفحة 85. ثم كيف تقوم فاطمة بفتح الباب لأبي بكر وعمر وفي البيت علي وبنو هاشم وغيرهم؟ ولماذا لم يدافع علي حيدر أسد الله عن زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحب أن تفكروا معي، إذا هجموا على الزهراء شو دور الإمام علي؟ إمام علي جبان؟ وأيضا فإن الرواية تقول بأن إسقاط المحسن وموت فاطمة رضي الله عنها
قد حدث إثر هجوم أعوان الخليفة الأول في الأيام الأولى التي تلت رحيل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها لم تخرج فاطمة من بيتها حتى ماتت. تقول الرواية: فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت صلى الله عليها من ذلك شهيدة. كتاب سليم بن قيس، المؤلف الأنصاري محمد باقر، الجزء الأول، الصفحة 53. بل لقد صرح الشيخ النقدي بأن إسقاط المحسن كان في نفس اليوم الذي تم فيه الهجوم وحرق الباب، وذلك لما قال: وأسقطته يوم أحرقوا باب دارها. الأنوار العلوية، الشيخ جعفر النقدي، الصفحة 33. في حين جاء في رواية شيخهم المفيد في كتاب الاختصاص، الصفحة 84، أن السيدة فاطمة قد حاجت أبا بكر والآخرين مرارا من أجل استعادة فدك، واختلفت إلى دور الأنصار هي وزوجها والحسن والحسين مدة 40 بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت خلال هذه المدة سالمة، وأن إسقاط المحسن قد حصل بعد أخذها الحجة على امتلاكها فدكا من أبي بكر، وإثر رفس عمر لها بعد ذلك كما زعموا. ومن البديهي أنه إذا كان إسقاط المحسن قد حدث بفعل كسر الضلع وضغط الباب لما كان باستطاعتها الخروج من منزلها والتردد على أبي بكر وبيوت الأنصار والمهاجرين، والأهم من ذلك هو أن الجنين الواحد ليس بإمكانه السقوط أكثر من مرة. أميرون يقول: أنا ما أقعدني عن ذلك الجبن، أنتوا هي اصحوا شوفوا شنو القضية، أنا أخو علي بن أبي طالب، ما تعرفوني؟ أنا متى تراجعت عن مواجهة عدو من الأعداء؟ إنما كل ما هنالك أنه ما كان ذلك مسموحا لي شرعا، النبي مقيدني. بعد كل هذا نقول: هل من الممكن عقلا أو شرعا أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بأن لا يدافع عن زوجته ويفعل بها هكذا؟ شلون تقنعني علي بن أبي طالب قاعد بالدار وهجموا على الزهراء وما قام له؟ يلا هاي شو السلف يا ظل، هاي شو تحط له؟ كم مرة نكرر نقول إذا واحد كان موصى من النبي بالصبر ليس له أن يتحرك. أنتوا كلكم متزوجين من متزوجين، إذا فرضنا أنه واحد بده يجي يهجم على زوجتك، بده يقتلها أو بده يعتدي عليها، تقعد تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو تدافع عنها؟ تصبر وتتحمل إلى أن تلقى ربك، وإحنا نأخذ بحقك يوم القيامة. هذا الأمر لو حدث يكون نقضا لضرورة من الضرورات الخمس التي جاء بها الإسلام ليحافظ عليها، فيكون هذا الفرع مبطلا للأصل، وهذا لا يجوز إجماعا. فمن الناحية الشرعية لا يجوز الأمر بالسكوت عن الأعراض، وأما عقلا ونخوة فحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بهذا، وكذلك حاشا علي رضي الله عنه أن يقبل ذلك في زوجته وفي بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما دافعت عن زوجته شو بيقولوا الناس عنك؟ هذا واحد. اثنين، لم يكن علي وحده في البيت، كان هناك جماعة من بني هاشم، حتى قيل أنه زبير ابن عمة الإمام علي خرج مسلطا سيفه إلى الخارج، ما كانوا داخلين للداخل. هولهم أيضا يتركون الزهراء، هذا يكسر لها ضلعها وهذا ينقصها بالسيف وهذا ما يدخل البصمار بصدرها مثل ما بيقولوا بصمار هيك مزنجر، ما بعرف هذا معقول؟ هذا فكروا، هذا اللي حصل. الإثم على الأمة لا على علي عليه السلام، الأمة هي التي خذلت عليا.
فهذه الأكذوبة والأسطورة أول من تحدث عنها كتاب سليم بن قيس الهلالي، وهذا الكتاب وصل إلى الشيعة من طريق أبان بن أبي عياش. هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر عمر لضلع السيدة فاطمة عليها السلام صحيحة برأيكم؟ السائل من مقلدي الخوئي يريد أن يعرف رأي الخوئي في روايات كسر ضلع فاطمة من قبل عمر، هل هي صحيحة برأيكم؟ رأي السيد الخوئي معروف ومبين في كتبه وأبحاثه ودروسه، روايات كسر عمر لضلع فاطمة ليست صحيحة، ليست صحيحة، هذا هو رأيه، مبين في معجم رجال الحديث وفي أبحاثه ودروسه، هذا الأمر مبين. ما جاء من روايات إن كان في كتاب سليم بن قيس أو في دلائل الإمامة وهما المصدران الرئيسان الأساسيان لهذا الموضوع، الروايات الواردة في هذين الكتابين بخصوص كسر عمر لضلع فاطمة روايات ضعيفة عند سيد الخوي وضعيفة إلى أبعد الحدود. شاهد ماذا يقول المرجع الشيعي كمال الحيدري. الشيخ المفيد أعزائي التفتوا جيدا في كتابه تصحيح اعتقادات الإمامية، موسوعة الشيخ المفيد رقم 5 تصحيح اعتقادات الإمامية في الصفحة 149 هذه عبارته، يقول: وأما ما تعلق به أبو جعفر يعني الشيخ الصدوق من حديث سليم الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف إليه برواية أبان بن أبي عياش فالمعنى فيه صحيح، يعني ما ذكره صحيح لأنه توجد شواهد، غير أن هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره. التفت جيدا، المعنى الذي اعتند إليه الشيخ الصدوق من كتاب سليم صحيح لأنه توجد شواهد أخرى، أما نفس الكتاب لا يمكن إذا انفرد بأمر أن نقول هو حجة. يقول: وقد حصل في الكتاب تخليط وتدليس. هذا الكتاب أقدم وثيقة وأهم وثيقة والوثيقة الوحيدة التي بأيدينا التي تثبت الجريمة وتثبت الظلام وتذكر لنا التفاصيل فيما يرتبط بظلامة الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. السيد الخوئي من صفحة 226 يتحدث عن سليم بن قيس إلى صفحة 238، خلاصة الكلام ما هي؟ هذا الكتاب كتاب سليم ابن قيس، هذا الكتاب نستطيع أن نأخذ منه الروايات أو لا، رواياته صحيحة أو لا، الخلاصة هنا في صفحة 237، وكيفما كان مرت تفاصيل وإشكالات وردود ودفوع، وكيفما كان فطريق الشيخ يعني الشيخ الطوسي إلى كتاب سليم بن قيس بكلا سنديه ضعيف، فالكتاب ضعيف، رواياته ضعيفة، ليست صحيحة برأي السيد الخوئي. نعم، فهذه رواية ضعيفة الأسانيد مختلفة ومتناقضة المتون، إذن لماذا يرددون تلك الأسطورة مع علم المراجع أنها مكذوبة؟ لا شك أن هدف المراجع من هذه القصة المزعومة هو زيادة الحقد والكراهية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ولجيل الصحابة الذي سكت بزعمهم على إيذاء البضعة النبوية الشريفة، وما هذه إلا خرافات لم يعرف التاريخ لها وقوعا عمليا إلا في رؤوس الحاقدين على الإسلام والمسلمين، فاحكم بعقلك أيها الشيعي لتعرف أين الحقيقة، ونحن نبرأ إلى الله من تلك الخرافة، ورضي الله عن أصحاب نبينا محمد أجمعين.